أسعد الله صباحكم طلابي الأعزاء. وحدتنا البحثية من نحن سنقوم بتقييم النص الأول بعنوان العيش بسلام، حيث سنبدأ بقراءة النص قراءة معبرة صحيحة وفهم المفردات الجديدة وتوظيفها في جمل تامة المعنى، ثم نقوم بحل أسئلة الفهم والاستيعاب. المهارة النحوية، أزمنة الأفعال. سنبدأ بأزمنة الأفعال من فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر، حيث أن الفعل الماضي هو كل فعل حدث في الزمن الماضي، أما الفعل المضارع هو الفعل الذي يحدث الآن أو في زمن المستقبل، أما بالنسبة إلى فعل الأمر هو الفعل الذي يدل على أمر معين. سنقوم بتوضيح حركة الإعراب لكل منهما. أما بالنسبة إلى المهارة الإملائية، سنقوم بإعطاء العديد من الأنشطة التفاعلية التي تساعد في التمييز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء. دمتم بخير وسعادة.